قبل قليل فقط انطلق قطار بهذا الاتجاه أي إلى بودابست. طبعا خلفي تماما يأتي القطار من أوكرانيا التي لا تبعد كثيرا عن هنا. يمكن أن للكاميرا أن تتحرك إلى القليل لنشرح أكثر للمشاهد. القطار يأتي من هذا الاتجاه بطبيعة الحال، يقف هنا كما تشاهدين، لنا هؤلاء هم ينتظرون القطار القادم الذي سيقلهم طبعا إلى بودابست. يعني انتظروا هنا في هذه المحطة لبضع ساعات، والآن هم بانتظار الرحلة التالية إلى بودابست. هناك أعداد كبيرة كانت أمس واليوم. لدى سؤالنا للمسؤولين هنا في هذه في محطة زاهوني، أكدوا لنا أن خلال 24 ساعة الماضية كانت الأعداد كبيرة بالمقارنة مع الأيام الأربعة الماضية. هذه القطارات طبعا تنتظر ليتم نقل اللاجئين الأوكرانيين إليها. بعد ذلك سيتم، إن كانت القطارات لنا تتجه في هذا الاتجاه، هذا يعني أنهم يذهبون إلى بودابست، وإن كانت القطارات تتجه في هذا الاتجاه، هذا يعني أنهم يعودون إلى أوكرانيا. بطبيعة الحال القطارات التي تتجه إلى بودابست تكون ممتلئة، بينما القطارات التي تعود إلى أوكرانيا يكون فيها بضع العائلات، عدد قليل فقط ممن هم يسكنون في المدينة الأوكرانية القريبة من الحدود، وهم كما قالوا بطبيعة الحال يحاولون العودة إلى المنازل ليتفقدوا منازلهم، ومن ثم يعودون مجددا إلى هذه المنطقة الحدودية. بعضهم لا يذهب إلى بودابست بل يبقى هنا، لأنه يقول أن مدينته ربما بعيدة عن هذه المعارك، وهو يأمل ألا تصل الصواريخ إلى هنا، ولكن هو هذا يعني لا يعني أنه بأمان، لذلك هو ينتقل إلى المجر ليبقى هنا في هذه المنطقة الحدودية القريبة.